اهلا بيكم حبايبي واخواتي متابعين قناه سمكاتو. النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا جدا جدا، وهو مرض شائع ومرض خطير جدا، وهو مرض السل. للاسف مرض السل من الامراض لما بتضرب الحوض خلاص كده مبقاش ليه حل. مرض السل دوت عباره عن مرض بكتيري بيصيب الأجهزة الداخلية بتاعة السمك، بيبقى بسبب تلوث المية أو سوء جودة الطعام. هنا زي ما انتوا شايفين كده الحوض بتاعي للأسف اتضرب فيه مرض السل بسبب خطأ أنا عملته، إن أنا حطيت قرص سوبر فيت فالسمك كله جري عليه، وحطيت لهم حتة خلطة قلب بقري. يعني احنا بننصح الناس ان احنا ما نحطش اكل زيادة، للأسف انا عملت الغلط دوت. وشايفين من تحت كده منظر الاكل دوت، الاكل هنا كان منظر الخلطة بعد ما اتحللت وعملت كأنه ابيض كده. طبعا دي بكتيريا ضارة فلوثت الحوض، دي كان سبب ان السمك زي ما انتوا شايفين كده ضربوا السل. يبقى مرض السل بيجي نتيجة تلوث المية او سوء جودة الطعام اللي بيتقدم. يعني لو انت لقيت ان السمك بتاعك ضربوا السل لازم تشك في الاكل اللي انت بتقدمه. للأسف زي ما انتوا شايفين كده ان مرض السل دي بتبقى الاعراض بتاعته زي ما انتوا شايفين، في سمك بتلاقي بطنه كده بتبقى مسحوبة، وفي هتلاقي إن الأسماك بتبقى حركتها غريبة كده مش قادرة تتحرك، حركتها مش طبيعية، وبيبقى ألوان السمك ابتدى يروح للأسف. والزعانف، بصوا منظر الزعنفة من ورا كده بتلاقي شكل السمكة غريب. فده كده مرض السل. يبقى احنا قلنا كده من اسباب المرض تلوث المية وسوء جودة الطعام. نخلي بالنا يا جماعة. وكمان في الاعراض كمان في السل ان انت بتلاقي ان السمكة الجسم بتاعها انحنى كده، فخلاص كده تعرف ان ده سل. وللأسف مرض السل لما بيضرب الحوض او بيضرب السمك بتاعك بتبتدي بقى واحدة ورا واحدة تموت زي ما انتوا شايفين كده فوق، ان خلاص السمكة مش قادرة تتحرك، مش قادرة تقاوم المرض البكتيري اللي جالها. حتى السمك زي ما انتوا شايفين كده قاعد فوق بطريقة غريبة، انا فاصل بس الاكسجين عشان خاطر الصوت يبقى عالي. فزي ما انتوا شايفين كده السمك حركته مش طبيعية. للأسف يا جماعة مرض السل من الأمراض اللي مبقاش ليها علاج، والعدوى ديت بتاعته بتصاب عن طريق الأسماك التانية. فلذلك لما تروح تشتري سمك لازم تخلي بالك جدا جدا من الحوض اللي انت بتشتري منه، ما يكونش في حاجة عندها السل علشان خاطر ما يعديش السمك بتاعك. فانت لازم تكون واثق ان المكان اللي انت اشتريت منه دوت أسماكه كلها سليمة 100%. ما تاخدش سمكة شكلها عامل زي اللي قدامك دي كده، ده مرض سل. ولازم نخلي بالنا يا جماعة ان احنا مرض السل وانت بتتعامل معاه لازم تلبس يعني اي جوانتي في ايدك، وتطهر الحوض كويس جدا جدا. احنا ان شاء الله هنلبس الجوانتي ونبتدي نغسل الفلتر بتاعنا كويس جدا، وهنطهر الحوض ده كله بفورمالين. وللأسف كده كل السمك دوت هيترمي زي ما انتوا شايفين ان هما هيتساقط واحدة تلو الأخرى. فلازم نخلي بالنا جدا يا جماعة من الأكل اللي انت بتقدمه، ما تديش كميات كبيرة زي ما انا وقعت في الخطأ اللي انا وقعت فيه دوت. ولازم نهتم بجودة المية بتاعتنا، نغير أول بأول علشان خاطر نحافظ على صحة السمك.
طبعا حاجة منظر يعني يحزن. يعني الحوض ده كنت بحبه جدا، كنت خلاص السمك ابتدى الألوان تظهر عليه، بس الحمد لله ده بسبب خطأي، فلازم نتعلم من الدرس ونخلي بالنا ما نحطش أكل كتير يا جماعة عشان ما يسببش أضرار في الحوض. أتمنى إن أنتوا تكونوا استفدتوا بالحلقة النهاردة، وباي باي.